لا أحد يعلم الأسباب التي دعت الجيش السوري إلى قصف بلدتي عمار البيكات وقشلق وإخراج بلدة حكر جنين واستهداف أوتوستراد العبودية منجز برميات رشاشة. القصف أدى إلى إصابة منزلين في بلدة عمار البيكات واقتصرت الأضرار على الماديات، إلا أن حالا من الذعر سادت صفوف الأهالي، لا سيما وأن هذا القصف يتكرر. ما لنا ثقة إلا بقيادة الجيش أن يصنعوا غرفة عمليات عسكرية مشتركة بين الجيش العربي السوري والجيش العربي اللبناني لأمان الحدود البلدين. نحن بدنا حماية أمننا يا الدولة يمنع الضرب السوري علينا مشان نكون حماية، يعني نحن عم نخاف نفيق، ما فيك، ما في أمان عندك. الهدوء يسود حاليا هذه البلدات الحدودية، والأهالي يطالبون الجهات المعنية الكشف على الأضرار التي أصابت منازلهم والعمل على تأمين التعويضات اللازمة لهم.